انه الشوط الاول انه يطلع متعادل على اساس يقدر انه يسير المباراه. يعني تعرف الهلال اذا ما سجل يعلن رتم الفريق وحتصير اخطاء، وجلال قادر اعتقد انه مباراه الشباب خير شيء. شكرا جزيلا كابتن محمد دايه، وشكرا عبد عطيف، نترككم معه. إدواردو على نظراته على صوت جمهور الهلالي، هي في المرمى، نواف يرسلها، الله على نواف، الله على الهلال، يعود ويصوب ويضرب الشباك من جديد. نواف العابد يسجل، العابد يحرك، هو نواف على الأهداف، لا تخاف، هو إذا ما سجل يصنع، لكن يسجل في هذه اللقطة، يسجل في أبعدت عادة الآن من جديد خلجاوية، ضغط الجو، ضغط الجو بعد الهدف بالرأس، راحت لكنه إلى خارج الأرضية، راحت إلى خارج الأرضية، تحولت إلى ركلة مرمى بعد الهدف، انتفاضة خلجاوية يتقدمون من خلالها بهذه الرأسية، لكنها لها بخاري اللي لا يبدأ أساسيا في هذه المباراة، لكن خليني مع لقطة، خليني مع فرصة، مع محاولة جميلة، روعة، تسديدة بعيدة، تسديدة بعيدة، أوه يا على ناصر، يا على الهلال، شوف التمريرة ضربت المدافعين، ضرب فيها ناصر، لكن القائم هو من يتصدر، القائم يقف بجوار الفريق الخلجاوي في دوري المحترفين. هل يعود جلال بالمستوى المتميز التصاعدي مع الفريق الخلجاوي؟ فرصة ومحاولة رائعة خلجاوية، لكن معها راية مرفوعة من المساعد الأول ناصر المظفر، على اعتبار أن الكرة عدت خط الثمانية، وبيقدموا إنجازات وبطولات. كرة الآن لجاديسون، الله على أبناء الدال، الله على الخليج، في الحين والآخر نشاهد التحركات، نشاهد الرأسيات، نشاهد الخطورة على مرمى عبد الله المعيوف، نشاهد جاديسون بالرأس، لكنها بعيد عن استلام لصالح ياسر الشهراني. كرة الآن بالخطأ، خطفوها الخليج، الخليج، نواف، يا سلام، ممتازة من نواف، ممتازة للهلال، الآن يتأخر من خلاله في حصتها الأولى بهدف مقابل لا شيء، حضر عن طريق نواف العابد في الدقائق الأولى من عمر هذه المباراة. إذن صافرت نهاية أحداث الشوط الأول وسط أفراح هلالية مستحقة. فيصل خراع، عرضية بالانتظار من لاعبين فريق الخليج، لكن إبعاد يحضر، استمرارية في الجول، لا يا خليج، أبعدت سليمة على مرمى مصطفى الخليج، لكن شوف قبلها لقطة الخليج مع الطلال والإنقاذ اللي كان عبد الملك الخيبري ونواف العابد صاحب الهدف الوحيد حتى الآن، نواف اللي جرب، لكن نظر من عبد الله المعيوف، الرد هنا من نواف، واحدة بواحد الشوط الثاني. إذا ناصر الشمراني وكارلوس إدواردو وسالم الدوسري البديل هي أسماء وتشكيلة الفريق الهلالي. طلال مجرشي للمرة الثانية يهدد مرمى عبد الله المعيوف، لكنها تمر وتعدي بعيدة عن الخشبات الثلاث، تسديدة طلال اللي ذهبت لنا في الفريقين في 2006 في 2007 وكان سلبيا. كرة فيها تسديدة، مستحيل للهلال، لقطة وفرصة أخرى، هذه المرمى سالم، هذه المرة سالم كاد أن يزور المرمى بهذه التسديدة، لكنها مرت يا سالم، سليمة الرياض. لكن شوف الآن هذه اللقطة وهذه خط 15 نقطة هنا، هنا الجماهير الهلالية، شفت سلمان بالمراوح راح، عادت إلى إدواردو، من هنا أعلنت الركلة الجزائية، من هنا احتسبت الركلة الجزائية لصالح الفريق الهلالي. هل يحضر 111 يا ناصر، يا ناصر في الجول، لا مستمرة فيها خطأ وفي
فقط في دقيقة. ماذا يحدث؟ الثانية وين؟ الثانية وين يا زلزال؟ الثانية في جول. الأعصاب يهدئ هذه الجماهير من انتفاضة وعودة الخليج. أيضا الهلال يسجل ثاني الأهداف عن طريق الزلزال، الهداف الكبير في دوري المحترفين. عادت الأبراج لهاتف ناصر ليحضر هدف ثاني هلالي الآن معها فرحة وبطاقة صفراء تحضر لجحفلي، لكن هدف يحضر لناصر ناصر الشمراني بهذه التسديدة التي عانى. وصلت لسلمان، سلمان ذكية ورسلها داخل المنطقة. الهلال يضرب بالثلاثة في كل مناسبة أمام الخليج. هدف ثالث يحضر لناصر الشمراني بعد جملة فنية رائعة. يبوؤون المصابيح من أجل أن يبتعد الجميع، لأن الهلال قادم للصدارة. ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ما زالت تستمر هلالية. كرة الآن عالية، لكن عبدالله المعيوف بخبط اليد يبعد الكرة، بعد ذلك تعود وبعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية، أي جمال. مدربين سبقوا أن حققوا الدوري عائدون من جديد لدورينا. الكرة الآن، كرة الآن لصالح ياسر الشهراني للهلال. الله، السوبر إدواردو الوحش البرازيلي يظهر برابع الأهداف، يسجل رابع الأهداف الهلالية بهذه الانطلاقة. الإبعاد كان خاطئ والإكمال كان حاضر من إدواردو. رابع أهداف الهلال يحضر عن طريق إدواردو بهذه الكرة التي يبعدت بشكل خاطئ وسجلت لصالح الهلال. أربعة مقابل لا شيء، أربعة مقابل لا شيء. إدواردو فيها عرضية من عبد الله، عاد الطلال. محال لقطتها الهدف الأول الخلجاوي يضيع من العارضة من الدفاع. يحط كرة إلى البريك محمد نواف العابد، لف دوراني. يا سلام يا سلام، نواف يحط كرة ممتازة. خمسة يا هلال، خمسة يا هلال. كارلوس إدواردو في شباك مسلم آل فريد، لكن أي روعة من نواف اللي افتتح التسجيل في هذه المباراة. مر حضر وإدواردو أنهى الأمور وسجل. مطلقة في الشوط الثاني للفريق الأبيض للهلال. كرة الآن أمامية، ليو هل يسجل هو الآخر؟ ليو هل يظهر؟ ليو، وبقوة، بهدف مش أي كلام، بهدف ليو. أي استلام ليو، أي نظرة، أي زاوية صعبة. ليوناردو يسجل أخيرا لصالح الفريق الهلالي، أول أهدافه مع الهلال، ولكن سادس الأهداف للهلال في هذه المباراة. الله على ليو، الله على ليوناردو. شوف إسبيريا قال هذه بالمخ، هذه بالعقل، هذه ما تحضر إلا خماسية. أنهت الأمور تماما على الخليج. ستة أهداف مقابل لا شيء في آخر دقيقة نقترب من الوقت الأصلي. كرة الآن بالرأس، الله
البرازيلي، هدف شرفي يا جلال، هدف تاريخي يا جلال، هدف تاريخي يا جلال. نعم الفرحة لن تكون حاضرة على جلال لأن هنالك 6 أهداف، لكن هو الهدف التاريخي الأول لأبناء الدانة في مرمى الهلال البرازيلي. جادسون بالرأس، راحت يا عبد الله المعيوب، راحت لشباك الهلال بعد هذه اللحظات. أيها السيدات والسادة، أيها المتابعين الكرام عبر قنوات الـNBC برو سبور، سداسية نظيفة يسجلها الهلال في مرمى الخليج، 6 أهداف مقابل هدف وحيد. تسعد كثير المدرج الهلال وإدارته، ألف مبروك لهم هذا الانتصار، وهاردك للخليج. هذه الخسارة الثقيلة للفريق الخليجي. إذن هذا كل ما لدينا عبد الله بن ناصر الحيث.